20 كيلومتر مشيين على الأقدام، يصل الزائرون لواحدة من أجمل المناطق بحيرة ثمدة أوغليميم المترامية الأطراف بين ولايتي بويرة وتيزي وزو. طبيعة خلابة ومناظر لن تتكرر في أماكن أخرى. طلعنا من السونتر ناسيونال دي سبور الوزير، مركز الوطني للرياضه والتسليه بيتيك جده، وصلنا لهنايا دي مارينا صباح دي بونور، تمشينا اكثر من 4 سوايع. ديكوفرين ماشي كان الله كقول ميما كي سيرتو كي زي ربيع لها ميم زي الشتوى لها، وتمني غتجن امكان نقي يا دلاكور هنايا. بالعكس داير لي بومون تاعك يتفتحوا بور واحد زعما اللي يحبس دخان، واحد اللي يحب داك يولي يدير سبور مليحه هنايا بزاف. صافي بليزير لوكسيجين لها بون امكانك سي وين السينار امكانك ماذا بها هذه ديكوفري امكان امك سي الجنه. ارتفاعها عن سطح البحر ب 1800 متر جعل منها وجهة سياحية مميزة بتضاريس متنوعة، منحت السياح الوافدين من مختلف المناطق الفرصة للاسترخاء وتغيير الجو. أول مرة نديروا هاد لا روندوني هذيك، بغض النظر أننا جيت لتيك جدة، وإنما هذه تيك سما يعني كانت حاجة كما نقولوا زادتنا في المنظر تاع تيك جده. لم نشعر ابدا بذلك التعب الذي كنا نتوقعه في البدايه، بفضل طبعا بفضل تلك المناظر الساحره والجميله جدا. كانت في الطريق يعني حتى في البحيره عده نشاطات ترفيهيه على غرار يعني مجموعه موسيقيه اللي كانت يعني نشطت هذه الجوله، وايضا كانت مسابقه في الرمي على القوس اللي كانوا فيها 3 فائزين، وكما شفتوا يعني كانت جوله اللي عجبت كثير كل العائلات. عائلات استمتعت كثيرا بوقتها بين جبال جرجرة وبالتحديد بالبحيرة، خاصة بتوفر الأمن والتنظيم المحكم للرحلات السياحية والجولات المنظمة من طرف المركز الوطني للرياضة والتسلية تيك جده.